السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم حياتنا. برنامجكم حياتنا بيقدم مواهب جديدة كل مرة ولقاء جديد مع ضيوف متميزين جدا. إن شاء الله النهاردة يكونوا ضيوف يعني ينالوا إعجاب حضراتكم بإذن الله، وإن شاء الله كده يكون حلقة مميزة لحضراتكم. خلينا نرحب الأول بالضيوف اللي منورينا النهاردة ومشرفينا. معانا الجميلة إسراء محمد محمود، أهلا بك يا إسراء. معانا القارئ صالح حمدي أبو زيد، أهلا بحضرتك. ومعانا القارئ محمد السيد زيدان، أهلا بحضرتك. إن شاء الله نبدأ النهاردة حلقتنا بخير القرآن الكريم، خير الكلام هو القرآن الكريم، ونبدأ مع حضرتك كده بتلاوة تختارها إن شاء الله كده تكون مميزة بإذن الله. ماشي، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك يا رب. نروح بقى للقارئ صالح حمدي، احكي لي كده، قول لي نشأتك كانت عامله ازاي؟ مين اللي ساعدك من اهلك او شجعك ودعمك على حفظ القرآن الكريم؟ والدتي الله يخليها هي اللي دعمتني على حفظ القرآن الكريم من صغري، حيث كنت أذهب إلى الكتاب وكانت دائما تحرصني على أن أذهب إلى الكتاب في قريتنا، حيث أنا ولدت في قرية كوم بني براس محافظة الدقهلية مركز المنصورة. فكانت تشجعني دائما على حفظ القرآن الكريم، وختمت القرآن الكريم وأنا في سن العاشرة من عمري. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الشيخ محمد حلمي في القرية المجاورة، وأخذت عليه ختمة تجويدية برواية حفص عن عاصم. ثم بعد أن انتهيت من المرحلة الثانوية التحقت بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها، فأخذت القراءات الكريم القراءات القرآنية على يد الدكتور محمد الدسوقي كحيلة والدكتور إبراهيم الوزان. وكنت أذهب إلى شيخي الشيخ محمد أبو الحسن في القرية بجوارنا في قرية النسيمية. وعندما انتهيت من علم القراءات وانتهيت من الكلية، وبحمد الله تعالى وفقني الله وعرفت علم القراءات القراءات القرآنية، وعرفت يعني عظم هذا العلم الجليل، وفقني الله تعالى بهذا العلم. ويعني أشكر كل من ساهمني في هذا العلم إلى أن وصلت إلى هذه المكانة،
وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب، يجازي خير كل من ساهم ودعم في حفظ القرآن الكريم، ويبارك لك في مامتك. وأشكر مشايخي، وأشكر أمي، وأشكر والدي، وأشكر يعني كل من ساهمني، وشيوخي الذين ساعدوني إلى أن وصلت إلى هذه المكانة. ربنا يجازيهم يا رب خير الجزاء إن شاء الله. إسراء بقى الجميلة، احكي لي كده، قولي لي مين اللي حفظك القرآن الكريم، مين اللي دعمك؟ أولا كان السبب الرئيسي في حفظ القرآن الكريم هي والدتي ووالدي، وكانوا بيدعموني دايما، وكان بيساندني أيضا أخي، وكان بيوديني لشيخ مجاور في القرية، الشيخ إبراهيم حبيب الله يرحمه، وحفظت على يد الكتاب الكريم في عمر 11. كنت في الاعدادي تقريبا ساعتها؟ ما شاء الله. كنت بتروحي مواظبه دايما على حفظ القران الكريم، ولا مراحل مثلا تحفظي شويه بتقعدي ترجعي؟ انا اخذتها تدريجي، فكانت ماما يعني هي السبب في ان هي تخليني اواظب على المرحله دي. انت بدات في اولى اعدادي وخلصتي حفظ القران الكريم امتى؟ لا انا خلصته في اولى اعدادي، خلصتي ختمته في اولى اعدادي. وانت صغيره انت عندك كام سنه حفظت القران الكريم؟ 11. 11؟ تمام. ما شاء الله عليك. طب ممكن اسمع حاجه منك يا اسراء كده؟ فرانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا اسراء، يعني عاش من ربك، يا ربنا يبارك لك يا رب يحفظك. نرجع للقارئ بقى محمد السيد، احكي لي بقى عن حضرتك، قول لي مين اللي شجعك على حفظ القران الكريم، وبدات من سن قد ايه؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد، يعني انا والدي محفظ قران ما شاء الله في قريه الناسميه، مركز المنصوره. فمنذ الطفوله يعني هو كان بيصطحبني معاه في المكتب، يعني حتى من قبل ما ابدا الحفظ كنت دايما في وسط الطلاب، وحفظت يعني صور سماعيه في الاول زي التلقي، وختمت القران في سن العاشره برضه ايضا من العمر، الحمد لله ختمته قراءه صحيحه جاي بالتجويد مجوده ما شاء الله. ثم بعد ذلك التحقت بنقابة القراء، ثم بالإذاعة، واخذت إجازة من الشيخ محمد السيد ضيف رحمه الله، وزي ما يعني على نسيره على النهج ده، والحمد لله. طب من وجهة نظرك، شايف إن أي حد يحفظ القرآن الكريم لازم يحفظه بالتجويد، ولا مش شرط التجويد؟ هو الأفضل إن هو أصلاً اللي حفظ القرآن واجب عليه إنه يتعلم أحكام التجويد، ده واجب. وهل تعليمها صعب ولا سهل؟ التجويد والله وعلى حسب المعلم، لكنها مادة يعني هي مادة مش سهلة خالص، وبرضك يعني لو المعلم
بيلقيها للطلاب بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ده بيكون بتكون سهلة معاه. وينفع مثلا يجيبوا يعني على الفيديوهات على اليوتيوب وكده تعلموها، ولا لازم حد؟ اعتقد يعني انها تكون صعبة. لابد ان تمام صعبة شوية. بالورق بالكراسة القرآن لابد ان يؤخذ بالتلقي والمشافهة. انا كنت عايزة اتعلم تجويد، فحد قال لي ممكن اجيب فيديوهات من على اليوتيوب اتعلمها، فلكن دي مش سهلة، لازم يكون حد قدامي عشان يعلمني التجويد صح؟ نعم. تمام. طب قول لي بقى لحضرتك، قول لي ما هي القراء السبع ورواتهم؟ لدينا سبع قراء، وهؤلاء هم القراء السبعة. القراء الأول هو الإمام نافع المدني، هو الذي كان يسكن المدينة المنورة، وعنه روى اثنان. الراوي الأول هو قالون. طب ممكن تسمعنا حاجة كده من قالون؟ ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نلاحظ أن قراءة قالون مالك يوم الدين بحذف الألف، أما قراءة حفص مالك يوم الدين. هذا هو الخلاف في سورة الفتح. تمام، دي أول قراءة. ثاني قراءة أو قارئ؟ ثاني قارئ. راوي. مش قارئ. لأن إيه الفرق؟ القارئ؟ إيه الفرق بين قارئ بس وقارئ راوي عن قارئ؟ يعني الراوي هو الذي يعني مثل الشيخ والتلميذ. تمام. تمام. الورش هو الراوي الثاني عن الإمام نافع رحمه الله. تمام. هذا له النقل، والاختلاف في كفو أن. أيوة. حفص يقول كفو أن أحد بدون همزة، هذا يقول كفو أن أحد، يهمز الواو وينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، كفو أن أحد. تمام تمام. طب ممكن ناخد القارئ الثالث من الشيخ محمد زيدان؟ يعني لو خدنا القارئ الثالث مثلا ابن كثير، ممكن ناخد صورة منها؟ تقولي صورة منها صغيرة كده؟ لا، هو أو الشيخ صالح أفضل في القراءة. طب ماشي تمام، ممكن نحطه دي. ابن كثير. تمام. ابن كثير المكي، وعنه روى اثنان، البزي وقنبل. تمام. احنا عايزين ناخد القراءات السبع كلها، القراء السبعة بس باختصار يعني. تمام. البزي أقول له سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نلاحظ الاختلاف عن رواية حفص، وهي الرواية السيدة بعالم، أن البزي له صلة الميم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وله ملك يوم الدين بحذف الألف. والقراءات تدور بين الحذف والإثبات وبين التسكين والتحريك وغير ذلك من هيئة النطق. تمام. هو في مثلا قراءة معينة ممكن نمشي عليها هي دي الصح، ولا كل القراءات؟ هي القراءات كلها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى هذه القراءات تيسيرا على التيسير، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا هذا وجه الدلالة من هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القراءات السبعة وبعد ذلك جاء ابن الجزري وتبع القراءات الثلاث المتممة للسبعة، فهي عشر قراءات. تمام. تيسيرا على الأمة الإسلامية. تمام. فيجوز لأي قارئ أن يقرأ أي قراءة من القراءات السبعة. تمام. طب نسمع حاجة من الشيخ محمد زيدان. أما الراوي الثاني هو نكمل قراءته كلها. تمام. قنبل عن ابن كثير. أقرأ له سورة الفاتحة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نلاحظ في هذه القراءة أنه يقول الصراط بالسين بدل السين. تمام. طيب تكمل بقية القراءات بس سريعا. ثم أبو عمرو البصري، هو كان يسكن في البصرة. تمام. وعنه روى الدوري والسوسي. إن شاء الله سورة الناس للدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وله الإبدال في كلمة مأكول، يبدل كل همز ساكن سوى المستثنيات، والمستثنيات هذه يبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا غير المجزومات. لها شروح في الشاطبية، ذكر الإمام الشاطبي في الشاطبية. تمام. ثم بعد ذلك الإمام الرابع وهو ابن عامر الدمشقي، وروى عنه هشام وابن زكوان. سأقول له بالروايتين، صورة من كل فيها. سأقولها بالاثنين، هشام وابن زكوان. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نلاحظ الخلاف هنا في كلمة لترون، حيث رواية حفص لترون، أما ابن عامر براويه بهشام وابن زكوان. نعم. يقرأ بقوله تعالى لترون بضم التاء، أما حفص لترون الجحيم بفتح التاء. نعم. تمام. ثم القارئ الذي بعد ذلك قراءة عاصم. تمام. أقرأ سورة الهمزة. تفضل. برواية شعبة أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدريك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة. نلاحظ الخلاف هنا أنه يقرأ في موصدة بيبدل الهمزة ويقول وما أدريك ما الحطمة، والخلاف الثالث في عمد ممددة بضم العين وبضم الميم. نعم. في عمد. نعم. وذلك يقول. طيب هنرجع لك تاني نكمل باقي القراء. حفص عن عاصم، وهذه هي الراوي الثاني عن عاصم، وهذه الرواية السائدة في العالم. طب نخميش تاخدها وبعدين نكمل. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. ماشي. الشيخ محمد زيدان، محمد السيد زيدان، نسمع منك حاجة. نسمع منك حاجة قرآن الأول، بعد كده بقى ناخد في الآخر إنشاد. حاضر. ماشي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. بارك الله. طب قول لي بقى مين قدوتك من المشايخ؟ قدوتي من المشايخ انهم يعني المشايخ الكبار. ممكن زي ما انت عاوز يعني تسمع مين اكتر حد بتسمع له، مين حابب تبقى زيه؟ يعني الله يرحمه الشيخ محمد السيد ضيف، لان انا كنت يعني هو استاذي في القراءات ودرست على يده، كنت دايما معاه في السفر، وهو برضك يعني له علاقه بيا فاتاثرت بيه، هو قارئ اذاعه مشهور فاتاثرت بيه دونا عن اي شيخ تاني، حتى لو انا كنت بحب اسمع الشيخ صياد الشيخ حمد الزامل، انتبهت للشيخ محمد صدف اكتر لاني عملته وجلسنا يعني مع بعض وكده، فانا اكتر واحد مميز ليا هو الشيخ محمد. فبما اننا كنا بنتكلم على القراء السبع، في حد قارئ معين تحب تقرا نفس من القراءه بتاعته ولا عادي؟ والله انا حفص بحب اقرا بها جدا، على الرغم ان انا مثلا عندي كذا روايه بقرا بها، وانا في معهد قراءات يعني ايضا لسه لي سنه واحده ان شاء الله، لكن انا بحب حفص اللي هو يعني المستمع يحب يعني يسمع الصوت بتاعك حفص بالنسبه للمنطقه عندنا والمنصوره وكده، بيشدوا الحفص يعني كلهم متعلمين حفص وبيقراوا في حفص وكده. طب نسمع بقى حاجه معاك ومع اسراء، انتوا الاثنين تقولوا حاجه انشاد. يعني قمر اقول انا الانشاد الاول؟ انتوا ده لوحدك عشان لا اسمعش لدقيقتين اتنين بس، فناخد مع بعض انتوا الاثنين نختم بيكم. خلاص ماشي تقول قمر. لا انا اقول مع بعض عادي. يعني طيب كويس حضرتك فكرتني، نكمل القراءه سبع بسرعه بس في يعني في دقيقه وبعدين دقيقه مع بعض الانشوده. ما فيش مشكله، او للاسف وقت الحلقه مش مكمل، بس هنقولهم سريعا بعد اذنك. تمام. احنا كنا وقفنا عند ابن عامر، وقلنا بعدين عبد العاصم، عاصم ثم بعد ذلك حمزه. تمام. والكساء وحمزه شيخ الكساء. تمام. وحمزه عنه راويان. طيب احنا تمام ممكن ناخد واحده للاسف عشان وقت الحلقه. اتفضل. والكسائي عنه راويان أو الحارث والدوري، والدوري الذي روى عن الكسائي هو الذي روى عن أبو عمرو. تمام. ثم جاء بعد ذلك ابن الجزري وتتبع العلم وتتبع القراءات، فجاء بالإمام أبو جعفر وعنه أيضا راويان، والإمام يعقوب عنه راويان، والإمام خلف العاشر وعنه راويان، فأصبح بذلك 10 قراءات. هي 10 ولا 7؟ لا 10. جاء ابن الجزري بعد الإمام الشاطبي فتتبع القراءات فوجد ان هناك 3 قراءات صحيحه. طيب بعد القراءات السابعه. طيب انا اسفه جدا عشان وقت الحلقه اعتذر. طب هيبقى لنا لقاء ثاني ان شاء الله هنكملها، نختم بس مع اسراء والشيخ محمد. جزء من الانشوده مثلا الحته الاخيره. طب للاسف وقت الحلقه خلص. للاسف انا اعتذر جدا، شكرا جزيلا. طيب معانا وقت لسه نختم بانشوده. طيب جزئية منها مثلا. طيب ممكن نقولها نختم بها بسرعة سريعة. نختم بالأنشودة سريعة. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله
وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله وكف المصطفى كالورد نادي. الله, الله.